مرحبا فيكم حبايب ولتلات سارة، كيفكم؟ اشتقت لكم. وفيديو اليوم النوع الثاني من انواع البنات قبل عودة للمدارس. كثير فرحت من تفاعلكم بالنوع الاول، فخلينا نشوف هلا النوع الثاني. اذا انت من هاي النوعيه اللي رح تشوفوها بالفيديو وكثير تحت بالتعليقات، حابه اشوف منكم من هاي النوعيه. ويلا ما بدي اطول عليكم كثير، بعرف انتم متحمسين، خلينا نشوف الفيديو مع بعض. Two hours later. وين الشبشب؟ شو يا ماما؟ ليش بتطلع فيا هيك؟ صحيت يا غندورة؟ ولا لسه ما شبعتيش نوم؟ صحيت، بس ما شبعت نوم. إلك يا بنتي أكثر من 12 ساعة نايمة، أنت ما بتشبعي نوم؟ يا ماما، الواحد صحي من النوم وما شبعتش نوم. يا ماما من راحة علي. حبيبتي المدرسة حتبلش كمان أسبوع وأنت ما حضرتي ولا إشي. أعرف المدرسة حتبلش كمان أسبوع. بدي أخذك على المكتب أروح أشبك أغراض، كل يوم بتقولي لي بكرة، مطرح ليش تبعتك بكرة، نفسي أفهم. متى بدك تروحي المكتبة؟ خلاص يا ماما، كلها كم دفتر الشنطة وخلاص يا حبيبتي، يعني شو المدرسة يعني ما فرقت؟ والله؟ بكفوكي قلمين ودفتر و ما انت رايحة كجوال مش رايحة مدرسة. لك انت الوحيدة من خواتك ترفعي لي ضغطي، يا بي شو اعمل فيكي انا يا هالبنت؟ رحت اشتريت يونيفورم زي خواتك؟ وليش نروح نشتري يونيفورم ثاني؟ ما بلبس القديم. القديم؟ والله البنت بتحب توفر، والله ما يحترم المصروف اليونيفورم تبعك. لك شو انت؟ شوفي كلمتين مش هعيدهم ولا حكررهم، قومي البسي يلا. طيب خلص. مش عارفه شو اسوي في اولادي هدول، واحدة عاملة لي دراما في الغرفة عشان المدرسة حتبلش، وواحدة ضربة الدنيا اصلا ولا همها شيء لما المدرسة حتبلش ولا تقضي ولا تقضي. خليني اروح اشوف باقي البنات شو عم بساووا. وهيك جينا على نهاية الفيديو يا حبايبي تلات سارة، شو تكونوا حبيتوا النوع الثاني من انواع البنات قبل عودة المدارس؟ شوفكم ان شاء الله مع النوع الثالث الاسبوع الجاي. اذا حبيت الفيديو اعطوني اقوى لايكات حتى اتحمس اعمل فيديوهات اكثر تمثيل، وكمان اني مش مشتركين بقناتي يا 100 اهلا وسهلا فيكم، زر احمر هون اضغطوا عليه تنضموا لحبايبي تلات سارة، وفعلوا جرس الاشعارات هون حتوصل فيديوهاتي لكم اول باول. لا تنسوا تكتبوا لي تحت بالتعليقات مين فيكم من هاي النوعية؟ حابة أشوف يعني. وتابعوا حملة توصيل سنتي بشهر لل 100,000 مشترك قريبا، ما بقى كثير حبايبي إن شاء الله. وحابة أذكركم لا تصدفوني كمان على الإنستغرام وعلى السناب شات، بشوفكم هناك حبايبي حتى ندردش مع بعض. أنا بحبكم كثير، بشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي مع فيديو جديد. باي.